بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، أيها الأخوة، حينما يريد المؤمن أن يوثق صلته بالله ويريد أن يكون تصرفه مع الله تصرفا سليما، فإنه لا يغفل جانب المطعم، جانب ما يأكله، لأن ذلك الذي يأكله يؤثر بالتأكيد على تدينه وعلى قبول ما يقدمه لآخرته. حينما يكون الإنسان صادقا في تدينه فإنه يكون مشغولا بهذا الجانب، بأن لا يدخل إلى بطنه إلا شيئا حلالا أذن الله فيه، لأنه إذا أدخل إلى بطنه ما ليس جائزا مما هو محرم فإن ذلك له آثار على تدينه وعلى قلبه، على قساوة قلبه. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يهتمون كثيرا بما يأكلون، ولذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيما قيل عنه كان أول من استقاء في الإسلام، أي أول من تعمد القيء في الإسلام، لأنه كان أكل من أكل ثم سأل عن هذا الأكل فوجد أن أصله لم يكن حلالا، لأن صاحب هذا الطعام الذي كان قدمه وكانت شاة قد وصل إليها بطريق غير مشروع. فلما علم بذلك وضع أصبعه في فمه ثم استقاء، فقيل إنه أول من استقاء في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، أي لحم الإنسان تستحقه الجنة وتستحقه النار، لكن إذا كان اللحم لحما ناشئا عن حرام فهو من حظ النار وليس من حظ الجنة. الجنة لا يدخلها لحم نشأ عن حرام، ولذلك ترى الإنسان المؤمن سؤولا، كما يسأل عن الصلاة والصيام تجده سؤولا عن أحكام الأطعمة، هل يجوز هذا الطعام أم لا يجوز، وعندنا أطعمة كثيرة جائزة وأطعمة أخرى غير جائزة، عندنا أحكام موقودة، أحكام متردية، أحكام نطيحة، أحكام ما وصلها الإنسان بطريق غير سليم إلى غير ذلك. فمن هنا يكون الإنسان مثلا وهو يخرج إلى الصيد يصطاد، وكثير من الأشخاص يعجبهم أن يصطادوا في فترة السماح بالصيد، يخرج كثير من الرجال للغابات فيصطادون، لكن لا أحد منهم يسأل هل هذا الصيد الذي يصطاده الآن بهذه الطريقة هو جائز أم لا؟ بعض أنواع الصيد حرام لا تؤكل، ولو أن الإنسان صادها، إذا صاد الإنسان بحيوان غير معلم، إذا خرجت فصدت بحيوان بكلب ولم يكن الكلب معلما لك وأتاك بشيء فإنه حرام، لأنه لا يصيد لك وإنما يصيد لنفسه. الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا صاد الإنسان بحيوان أساسا هو ليس معد للصيد كالنمس مثلا، صيده كما يقول الفقهاء غير جائز. إذا اصطاد الإنسان حيوانا وسقط في الماء قبل أن يتناوله هو، لا يعرف إن كان هذا قد مات بالصيد أو مات اختناقا بالماء. وهناك أحكام كثيرة في الصيد، هذا جزء فقط، لذلك قلت في الباب الكبير هو أن الإنسان يسأل عما يأكله كما يسأل عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه.
وقد بينت أن هذه التعاملات والبيوع خصوصا هي قائمة في نظر الإسلام على أساس البراءة والسلامة، أي أن الناس حينما يبيع بعضهم بعضا لا يكونون قاصدين إلا شيئا واحدا هو تبادل المصالح لا أقل ولا أكثر، لا يقصد الواحد أن يغدر بالآخر أو أن يأخذ ماله بالباطل، لأن تلك ليست هي البيع، ذلك الذي يفعله هؤلاء ليس هو البيع، البيع أصل فيه سلامة النية وهكذا. فإذا تحدثنا في الماضي عن حرمة الغش والناس كلهم يعرفون أنه من غش فليس منا فليس مني كما ورد في الحديث الشريف، وشرحت لكم بعض مظاهر هذا الغش الذي أصبح مع الأسف الشديد فاشيا في تعاملات المسلمين المؤمنين المتدينين وغير المتدينين، أصبح الغش جزءا لا يكاد يتجزأ من التجارة، وأصبح الإنسان حينما يخرج يوصى بعدد من التوصيات أن يحذر، احذر أن تشتري لحما ربما هو لحم شاة ميتة أو بقرة ميتة، أو احذر أن تأكل لحما هو لحم حيوان غير آخر، احذر. فلذلك دائما نوجه المحاذير، احذر احذر، وزالت الثقة في الناس لأن التدين عندهم لم يعد يشمل هذا الأمر، أي أن الإنسان لا يأكل إلا ما يحل له، الإنسان أصبح يستبيح ما يقع في يده ولا يسأل عنه، لأنه يعتقد أنه بعد أن يجمع الكثير الكثير من الحرام يكفيه أن يذهب في عمرة أو في حجة فيغفر الله له، وهذا فهم خاطئ. من أنواع البيوع التي تندرج تحت مفهوم الغش بيع يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش، النج، وهذه عبارات مصطلحات شرعية يجب على الإنسان يعلمها مثل ما يعلم أحكام أي عبادة من العبادات. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ النجش في الأصل أي في اللغة هو إثارة الصيد أو إثارة ما هو خفي، إذا أردتم أن تعرفوه فيمكنكم أن تستحضروا ما يفعله الصيادون إذا خرجوا إلى الصيد في البادية، إذا خرج الصيادون ليصطادوا وكانوا جماعة فإنهم يصدرون أصواتا من هنا ومن هناك، وينبعث كثير منهم بأصوات وبأصوات الكلاب وما إلى ذلك، فيحركون الصيد ويفزعونه، وبهذه العملية يجمعونه حتى يقع في الوسط، هذا هو النجش. هذه عملية معروفة عند أهل البادية، يحيحوا، هذا هو يحيح، من أنه يفعل هذا الشيء باش يحرك، هذا المعنى الكلمة في الدارجة ديالنا. هذا النجش في الحيوانات معروف، هذا هو، ولكن هناك نجش مثله في التجارة. كيف يتصور الشرع هذا النجش؟ يتصوره في صور عديدة، منها أن يأتي إنسان يتفق مع تاجر، إنسان يتفق مع تاجر وهو يبيع سلعة يعرضها، فيأتي هذا الشخص كأنه يأتي من بعيد ويسأل التاجر كم تبيع هذه الساعة مثلا، فيقول هذه الساعة قيمتها 50,000 درهم، 50,000 سنتيم، فيقول هذا الإنسان الذي يراها إنها ساعة عظيمة، إنها تساوي أكثر من ذلك وكذا وكذا، ويأخذ في امتداحها فيعطي ثمنا، ثم يأتي صديق آخر فيزيد، فيأتي إنسان ثالث ليس له صلة بالموضوع فيرى أن الناس يتسابقون على هذه الساعة العظيمة، الساعة القيمة، الساعة التي لها هذه المواصفات، فيزيد، هذا كان 50، قالوا لنا نديها 60، جاءك المسكين اللي ما عنده خبر قال 70، قالوا يا رسول الله يربح ديها ذهب 70، ولا هي تساوي لا 50 ولا 30 ولا 40، إنما هي ساعة عادية مثلا قيمتها 50 درهم مثلا، رفعوا سعرها عمدا، ولكنهم لم يكونوا يقصدون الشراء وإنما كانوا يقصدون إيقاع الآخر. هذه عملية سماها الشرع نجسا،
نجشاً نجشاً، وهي حرام، لأنها قائمة على الخديعة وعلى الوقيعة وعلى الكذب، لا تجوز. يمكن أن يفعلها الآن تجار، يمكن أن يفعلها تجار الآن في قطاعات متعددة. يأتي مثلا أناس يبيعون السائحين، سياح يبيعونهم بعض الأشياء القديمة أو التي تبدو كأنها قديمة، فيأتي أحد الأشخاص ممن طريقة هو جائز أم لا. بعض أنواع الصيد حرام، لا تؤكل ولو أن الإنسان صادها. إذا صاد الإنسان بحيوان غير معلم، إذا خرجت فصدت بحيوان بكلب ولم يكن الكلب معلما لك وأتاك بشيء فإنه حرام، لأنه لا يصيد لك وإنما يصيد لنفسه. الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا صاد الإنسان بحيوان أساسا هو ليس معد للصيد كالنمس مثلا، صيده كما يقول الفقهاء غير جائز. إذا اصطاد الإنسان حيوانا وسقط في الماء قبل أن يتناوله هو، لا يعرف إن كان هذا قد مات بالصيد أو مات اختناقا بالماء. وهناك أحكام كثيرة في الصيد، هذا جزء فقط. لذلك قلت في الباب الكبير هو أن الإنسان يسأل عما يأكله كما يسأل عن صلاته وصيامه وزكاته وحجه. وقد بينت أن هذه التعاملات والبيوع خصوصا هي قائمة في نظر الإسلام على أساس البراءة والسلامة، أي أن الناس حينما يبيع بعضهم بعضا لا يكونون قاصدين إلا شيئا واحدا هو تبادل المصالح لا أقل ولا أكثر. لا يقصد الواحد أن يغدر بالآخر أو أن يأخذ ماله بالباطل، لأن تلك ليست هي البيع. ذلك الذي يفعله هؤلاء ليس هو البيع، البيع أصل فيه سلامة النية. وهكذا، فإذا تحدثنا في الماضي عن حرمة الغش، والناس كلهم يعرفون أنه من غش فليس منا فليس مني كما ورد في الحديث الشريف، وشرحت لكم بعض مظاهر هذا الغش الذي أصبح مع الأسف الشديد فاحشيا في تعاملات المسلمين المؤمنين المتدينين وغير المتدينين. أصبح الغش جزءا لا يكاد يتجزأ من التجارة، وأصبح الإنسان حينما يخرج يوصى بعدد من التوصيات أن يحذر، احذر أن تشتري لحما ربما هو لحم شاة ميتة أو بقرة ميتة، أو احذر أن تأكل لحما هو لحم حيوان غير آخر، احذر. فلذلك دائما نوجه المحاذير، احذر احذر، وزالت الثقة في الناس لأن التدين عندهم لم يعد يشمل هذا الأمر، أي أن الإنسان لا يأكل إلا ما يحل له. الإنسان أصبح يستبيح ما يقع في يده ولا يسأل عنه، لأنه يعتقد أنه بعد أن يجمع الكثير الكثير من الحرام يكفيه أن يذهب في عمرة أو في حجة فيغفر الله له، وهذا فهم خاطئ. من أنواع البيوع التي تندرج تحت مفهوم الغش بيع يسميه النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش، النج. وهذه عبارات مصطلحات شرعية يجب على الإنسان يعلمها مثل ما يعلم أحكام أي عبادة من العبادات. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ النجش في الأصل أي في اللغة هو إثارة الصيد أو إثارة ما هو خفي. إذا أردتم أن تعرفوه فيمكنكم أن تستحضروا ما يفعله الصيادون إذا خرجوا إلى الصيد في البادية. إذا خرج الصيادون ليصطادوا وكانوا جماعة، فإنهم يصدرون أصواتا من هنا ومن هناك، وينبعث كثير منهم بأصوات وبأصوات الكلاب وما إلى ذلك، فيحركون الصيد ويفزعونه، وبهذه العملية يجمعونه حتى يقع في الوسط. هذا هو النجش. هذه عملية معروفة عند أهل البادية، يحيحوا، هذا هو يحيح، من أنه يفعل هذا الشيء باش يحرك، هذا المعنى الكلمة في الدارجة ديالنا. هذا النجش في الحيوانات معروف، هذا هو، ولكن هناك نجش مثله في
في التجارة، كيف يتصور الشرع هذا النهي؟ يتصوره في صور عديدة، منها أن يأتي إنسان يتفق مع تاجر، إنسان يتفق مع تاجر وهو يبيع سلعة يعرضها، فيأتي هذا الشخص كأنه يأتي من بعيد ويسأل التاجر: كم تبيع هذه الساعة مثلا؟ فيقول: هذه الساعة قيمتها 50,000 درهم، 50,000 سنتيم. فيقول هذا الإنسان الذي يراها: إنها ساعة عظيمة، إنها تساوي أكثر من ذلك وكذا وكذا، ويأخذ في امتداحها فيعطي ثمنا. ثم يأتي صديق آخر فيزيد، فيأتي إنسان ثالث ليس له صلة بالموضوع فيرى أن الناس يتسابقون على هذه الساعة العظيمة، الساعة القيمة، الساعة التي لها هذه المواصفات، فيزيد. هذا كان 50، قالوا لنا نديها 60، جاءك المسكين اللي ما عنده خبر قال 70، قالوا يا رسول الله يربح ديها ذهب 70، ولا هي تساوي لا 50 ولا 30 ولا 40، إنما هي ساعة عادية مثلا قيمتها 50 درهم مثلا. رفعوا سعرها عمدا، ولكنهم لم يكونوا يقصدون الشراء، وإنما كانوا يقصدون إيقاع الآخر. هذه عملية سماها الشرع نجسا، نجشا نجشا، وهي حرام، لأنها قائمة على الخديعة وعلى الوقيعة وعلى الكذب، لا تجوز. يمكن أن يفعلها الآن تجار، يمكن أن يفعلها تجار الآن في قطاعات متعددة. يأتي مثلا أناس يبيعون السائحين، السياح يبيعونهم بعض الأشياء القديمة أو التي تبدو كأنها قديمة، فيأتي أحد الأشخاص ممن فتشرب ماء فيتقل الوزن، ويقصد بذلك أن يبيعها بالوزن وهي ثقيلة. هذه من التصرية كذلك. وذهب بالناس بعض بالناس فجورهم إلى درجة أبعد، فصار بعضهم يعمد إلى أن ينفخ شاة، أن ينفخها لتبدو سمينة، ثم إذا اشتراها المشتري كشف له أنه قد غبن وقد. هل يمكن أن يكون مسلم يريد أن يعيش بالحلال يفعل هذا؟ طبعا لا. إذا شئتم فادخلوا الأسواق، الأسواق تعطيك أكثر من هذا. أنا أذكر العناوين ولكنتم تعرفون أكثر مما أعرف أنا، لأنكم تعرفون الأسواق. رجل يهيئ محلا يهيئه ليبيعه، مقهى مثلا، وقبل حينما يعرض التجار ويأتي الناس ليشتروا يجمع مجموعة مالا كثيرا في عنده، كيجي يقول كيدير هذا كذا، الله يا ودي راح اروح تشوف، ويحل القزر يجبر فيه الاخر النقود الكثيره ف يمشي يشري معنا. ولكن ماشي هو معنا المدخول ديالو، ماشي هو هذاك زاد فيه، يعمر القزر ويقول له شحال دخلنا هذا النهار، الحمد لله بعد راك جيت على غفله، وما جا لا غفله ولا هو مغفل وصافي. هذه بيوع ربما يفعلها بعض الناس من المسلمين من المتدينين، ها، ويرون أنهم أهل دين، إنما يختصمون في جزئيات صغيرة في المسجد. من كان لا يستطيع أن يترك هذه الأشياء فهو يعيش على الحرام. من ذلك من أنواع النجش كذلك شيء آخر، وهو الاتفاق على إيقاف الثمن. مثلا هناك بيع بالمزايدة، وهذا أذكره، البيع بالمزايدة جائز، حينك يكون التاجر يعرض فتبيع شيء يعطيك فلان كذا ثم يضيف الآخر كذا ويضيف كذا ويضيف الآخر كذا إلى أن يبلغ الثمن، إلى أن يبلغ الثمن الذي يرتضيه البائع فيبيع أو لا يبيع، مهم أنه. لكن في بعض المرات وفي هذه الحالات كلها شيء يزيد على شيء جائز، لكن إذا وقع الاتفاق، إذا وقع الاتفاق بين البائع والمشتري، يقول شحال يا سيدي؟ قل له أعطيتك 500، سيدي الله يربح، يلا ها 500 الله يربح، نعطيك شي حاجة ضربون ولا ما نعطيكش. يجي من بعد واحد إنسان يقول له شحال أعطاك 500، قل له أنا نزيدك 600، هذاك الآخر يبقى يدور باش يتحلل من
واسيدي كذا واخلينا فلسطين، انت ما بغيتش تخلصني، انت راك تلعب عليا ولا كذا، وما عنده غرضه باش هذا كلهم يقعون في الحرام. لا اللي الان بغيت تحلل من البيع، ولا الذي يشتري على من اشترى. هذاك اشترى صافي في الضاء، لا يجوز لك ان تشتري، لا يجوز بيع على البيع، ولا تجوز بيعتان في بيعه واحده. هذه تنظيمات شرعيه، اذا كانوا الناس يتنافسوا تنافس مع راسك، ولكن اذا هم رصاو لا يجوز لك، لا يجوز لك ان تضيف شيئا. اذن هذا هو، هذا نوع من، فمن انواع النجش هنا هو ان يتفق الناس على توقيف الثمن. قولوا احنا نمشيو ندخل واحد المزايده اما في الديوانه ولا في المحكمه ولا اجي نتلاقاو برا، ما تزيد عليا ما نزيد عليك، نتفقوا نوقفوها في واحد الثمن، هي تسوى مثلا 1000، نعطيو فيها 300 ولا 400 ولا 500 صافي. يقول شكون اللي يزيد ما زادوش، بقات تباعت ب 400، يخرجوا برا بقات لهم الثمن الحقيقي راه مازال ما وصلوش، يتقاسموا بيناتهم يردوا على بعضياتهم. ولكن صاحب الشيء الذي بيع له شحال باعوا؟ 300 ولا 400، خصوصا اذا كان يتيما او كانت امراه ارمله او كان انسانا مضغوطا او كانت انسان عليه ديون بعض الدور بعض المنازل، هكا تباعت الدار يسوى الثمن، ولكن في المزايده يتفقوا باش يرصيوها على الثمن ما يخلوهاش تطلع. هذا نجش، اتفاق على توقيف الثمن. اذا هذه البيوع ايها الاخوه هذا جزء يجب ان نعرفه كما نعرف الصلاه والصيام. اذا كنا صادقين في تديننا يجب ان نعرف هذه الاشياء وان لا نتورط فيها. ماشي سهل هذا الشيء يقول لا معليش سهل، سهل هو انك ستذهب الى الاخره التي تجد ان دينك ليس على شيء، انك لم تكن على شيء. فلذلك ذكرت انا فقط هذا، وياتي ان شاء الله انواع كثيره من البيوع التي تقع للناس ويتورط فيها الناس. انا اظن ان كثير من الناس يتورطون فيها جهلا، لا يعرفون حكمها جهلا، ولكن اذا سالوا العلماء وسالوا عن احكام البيوع لا شك انهم يهتدون الى الحق ويهتدون الى الصواب. في لقاء اخر ان شاء الله اذكر نوعا اخر من البيوع التي نهت عنها الشريعه الاسلاميه، واذكر ان شاء الله بيع او بيوع الغرر، وهي كثيره وتقع في اسواقنا كثيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.